ايه يا بنتي، فاضل ياما ناس كتير برا. والله يا بابا اللي جمع انا عطت لهم، معرفش بقى في حد هيجي تاني ولا لا. ما لسه المفروض اللي كلمتهم فاضل 6، تأخروا ليه بس لازمته ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ يا بنتي؟ ده ذكر رمضان، ذكر عن صحتك وعن مالك وعن يعني السنة اللي انت اشتغلتيها ورا، والمكسب، المكسب ده لازم تطلع عليه زكاة، والأرض اللي عندك لازم تطلع عليها زكاة، والذهب لازم تطلع عليه زكاة. اصل ساعات بيبقى الناس مش محتاجين وبيجي ياخدوا مني الحاجة دي، بتضايقني بصراحة. يعني والله يا رضا، لو جالك راكب حصان يا بنتي اديله. قومي شوفي مين. خلاص انا هقوم اشوف، اكيد حد جاي عايز حاجة. ايوه اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحاج يعني موجود؟ ايوه موجود. خير؟ حضرته اتصل بيا وقال لي تعالى انا عاوزك. طب اقول له مين؟ ام نغم. طب خليكي ثواني يا بابا. نغم، ام نغم هي اللي بره. ربنا يصلح حالها يا رب. خدي يا بنتي ادي لها دولك، وادي لها كيلو اللحمه دول. مش كتير دول يا بابا. ادي لها بس يا شيخ. ماشي يا بابا، اتفضلي. شكرا. بس انا عايزه اعرف حاجه منك يعني، بس يا ريت ما تقوليش لبابا. هو انت جوزك سايبك كده تيجي تاخدي الحاجات دي؟ جوزك فين وسايبك كده؟ والله انا لو مش محتاجه مش هنزل اخد الحاجه دي. اصل مش باين على وشك ولا باين على منظرك ان انت بتلمي حاجه يعني. ماشي اتفضلي. شكرا لذوق حضرتك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. اتفضلي. مش باين عليها حاطه مكياج في وشها ولا عروسه حتى. هي خدت الحاجة يا بابا ومشت. ربنا يصلح حالها يا بنتي. وانت عارف الست دي يا بابا؟ ايوه عارفها من زمان. وعارف يعني ان ظروفها وحشة؟ والله كل ربنا يعلم بظروف الناس. هي حاطة ميك اب في وشها ولا بقول لك ايه؟ الله يسهل لها الحال. ما تتكلميش في الحياة دي يا بنتي، ربنا يعلم بظروف كل واحد. قومي شوفي مين. السلام عليكم. السلام. عم انا موجود؟ ايوه. انت جاي عايز ايه انت كمان؟ هو رن عليا وبعت لي عشان يديني الحاجه بتاعتي. هو انت بتستنى حاجه؟ ما انت ما شاء الله فيك صحه اهو تروح تشتغل. مين طيب؟ قال لي مغاور الفلاح. مغاور الفلاح؟ يا اهلا بمغاور الفلاح. اهلا بيك. يا ساتر يا رب. رشيت لي في الحاجه بتاعتي. بابا. أيوة. واحد ده اسمه مغاور الفلاح. مغاوري، ربنا يسترها معاه، ده عيل غلبان. غلبان؟ الناس كلها عندك غلابه يا بابا. خدي يا بنتي ادي له دور، وادي له كل اللحمه دي، وكلميه كويس. حاضر يا بابا. ولا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل يا استاذ مغاوري. ناس شكرا. ما تستناش كل سنه الحاجه دي، اطلع اشتغل احسن. انت بس قولي لي كل سنه وانت طيب يا عم هاني. وانت طيب يا استاذ مغاور. كل سنه وانت طيب يا حبله. هاتهم يا بابا ومشي. الله يسهل له الحال يا بنتي، الله يسهل له الحال. ربنا يديك الصحه يا بابا على اللي انت بتعمله مع الناس ده. يا بنتي ما تبصيش للناس في حاجتها، ده رزقه وجالهم. وبعدين انت بتزكي في رمضان كل سنه مره. خليكي كويسة كده وبيضة من جواكي. أنا أقصد يعني يا بابا بتبقى في ناس محتاجة قاعدة في بيوتها ومحتاجة. والله هو لو مش محتاج ما كانش حله جه. ماشي يا بابا. تيجي لله يا بنتي، قومي شوفي مين. ازيك يا طعم؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت مين يا بابا؟ انا ياسمين بنت ام ياسمين. انت بقى اللي تستحق الحاجه دي. طب ثواني هخش اقول لعمك هاني وجاي. اللي بره يا بابا ياسمين بنت ام ياسمين. طب انت هالي يا بنتي، انت هالي. هي دي الناس فعلا اللي تستاهل. طب انت هالي. ثواني. تعالي كلمي عمك هاني جوه يا حبيبتي. حاضر حبيبتي. هي يا بابا. ياسمين حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ اقعدي يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. ماما عامله ايه؟ الحمد لله. قالت لي ايه تعبانه؟ انت جبتي هدوم العيد؟ لا لسه. لسه؟ طب خدي ادي دول لماما. ماشي؟ وادي لها كده اهو. خدي دولك تجيبي بهم هدوم العيد.
ماشي؟ دول بتوعك انت، اوعى ماما تضحك عليك، ماشي؟ يلا يلا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا عم. وانت طيبه حبيبتي. وصليها يا رضا. ماشي يا بابا. وسلمي لي على بابا. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه انت عايزه حاجه؟ يا سلام. ولا حول ولا قوة الا بالله. لسه فاضل ياما يا بابا؟ لسه فاضل ثلاثة يا بنتي. اليوم ده بيبقى تعب بالنسبة لي. معلش يا بنتي كله عند الله. ولا حول ولا قوة الا بالله، ما تعاملش الناس وحش كده يا رضا. هو انا عملت حاجة وحشة؟ قوم شوف مين اللي بيرن الجرس. بس اللي جاي. ايوه. لا اله الا الله. خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. عم الحاج هاني موجود؟ عاوز ايه؟ عايز هو يكلمني في التليفون وانا تعبان وقلت له جاي لك. هو انت تعبان بجد ولا بتمثل؟ تعبان يا الله. طب اقول له مين طيب؟ قولوا له بس سنبل. مش مستحيلك والله، حاسه ان انت بتمثل واكيد انت من العمايل اللي انت بتعملها دي بتلم على قلبك قد كده. يا بنتي والله العلاج اهو، والله العلاج اهو لسه جاي من المستشفى. عادي يعني تروح تجيب علاج وتيجي؟ لا انا والله في المستشفى. خليك، انت اسمك ايه قول؟ قولوا له سنبل بس. اقول له مين؟ قول له سنبل بس. هو سنبل. عارف هو عارف. ربنا يزيده يا رب. اللي بره يا بابا اسمه سنبل. سنبل ربنا يدي الصحه يا بنتي. يدي الصحه يا بابا. خد ده شغل الشحاتين ده انا عارفاه. لا يا بنتي ده بيجيب علاج والدنيا متبهدله معاه. والله تلاقي عليه على قلبه فلوس قد كده. يا رضا قلت لك ما تتكلميش في حاجه زي كده. والله يا بابا انت طيب قوي. ربنا يصلح حاله يا بنتي. خد اديله دولت قول له قرصان طيب وادي له اللحمه دي. بالراحه معايا يا بنتي. ربنا يسترها معاك. ايه الشغل اللي انت بتعمله؟ انت بتقدر الناس اللي عليك يا بنتي. انا بشوف زيكم على النت كتير بتعملوا نفسكم بتشحتوا وفي الاخر بتكذبوا علينا. الله يسامحك يا بنتي كله من ذوقك. طب يقول لك بابا اتفضل. البيت مشغول. انت بتعملي حاجه لله يا بنتي. معاك تليفون؟ مش بقول لك انت حتى ده والله جاي لي من باب الله. انت حتى بتيجي على باب الله؟ ايوه الناس مديهولي عشان طب قوم طيب قوم قوم. انت لسه هتقعد تقول لي معايا؟ معاك الاشكال اللي دايما. الله يكرمك. سلمي لي الحاج والنبي منه صوب بتسلم عليك. ان شاء الله. ربنا يكرمك بالحلال. والنبي الاول طلع لي النبي رقم في عين سواق توك توك طلع لي رقم كده عشان توك توك كمان هتركب توك توك. يا بنتي ده ولا بيعمل معايا خير طلع لي اسمه عيل اسمه ايه؟ اللهم صل على الشهادة. انت بزهايمر؟ تعبان يا بنتي والله ربنا ما يكتبه على حد. توب ايه يعني؟ مسجل توك توك بقى عندك في الصدر انا لسه مكلمه من شويه. اتفضل. كده رنيت عليه؟ هو طب انزل بقى رن عليه في الشبكه تحت. هو ده صح يعني انه النيل عليا. يا بنت بابا ما بيتلمش الا على ناس ما يعلم بها ربنا. يا بنت هي برضه ميزان حسناته. ماشي. ربنا يهديك. وانت متاكد ده ان سنبل يا بابا تعبان؟ يا بنت ده بياخد علاج وبيصرف فلوس على العلاج كل شهر اكتر من 600 جنيه، حرام عليك. ماشي يا بابا. انت ليه كده بتبص للناس كده يا رضا؟ وحيد الله شويه. بابا في ناس بتحتاج يعني في ناس بتبقى قاعده في بيتها بتحتاج. بطل لك بس بطل لك قوم شوف مين. هو انا ما اعرفش يا بابا ولا صاحبات كل شويه. قوم اتفضل اثنين اهم. ده الناس زقت مني وانا زهقت منهم. ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عم هاني كان بيرن عليا عشان اجلت علاء اللي مش عارف في حاجه ولا. هو عم هاني رن عليك انت كمان؟ ما شاء الله عليك، بنطلون جينز متدلع اهوت وفلاته وقميص. انت هتبص لي انت وانا جاي نشوف عايز ايه، انت هتني تقولي هتفصلي لي. اطلع اشتغل، انت جاي مستني حاجه من الله ليه؟ اطلع اشتغل. من الله ايه هو اللي رن عليا وقلت علاء البيت عايزك. ده انتوا اشكال ما يعلم بها الا ربنا. خليك عندك، اسمك ايه؟ محمد. محمد عوض. محمد ايه؟ نورتنا يا استاذ محمد. مش عارف هي بتكلمني كده ليه؟ لا بقى يا بابا، انا دلوقتي عايز افهم منك حاجه، محمد عاطف صحته كويسه وما فيهوش حاجه، جايين ليه محمد عاطف ده كمان؟ يا بنتي ما تعرفيش ظروف الناس.
ده لسه شاب بيكون نفسه ومش شغال كده هو طالما زي الشاب كده. انا قلت لك يا رضا لو جالك راكب حصان وراكب عربيه وطلب لله اديله. انت في ايام مفترجه. كل سنه وانت طيبه يا بنتي. خد يا بنتي هات يا بابا اديله كل سنه طيبه يا محمد وكيس اللحمه ده وخدي قول له هات هدوم العيد. ايه بابا ده كمان قول له كل سنه طيب يا ابني. مستغرب والله يا بابا اللي عامل انت بتعمله. كلمي كويس يا رضا. حاضر. ولا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل يا استاذ محمد. يعني هو كان رن عليا عشان كده. دي الفلوس اللي هتديها لمامتك باين ودي ليك عشان تجيب هدوم العيد. تبقى تجيب فلوس احسن من دي. والله دي احسن فلوس عنده. وبعدين انا كنت مكلم ابوكي على عروسه يشوفها لي فجيت يعني على اساس اللي هو محضر له عروسه نخطب. دي احسن هدوم عندي. قلت نجابل ابوكي بيها. عروسه؟ يعني انت ظروفك هتروح تجيب عروسه وتقعدها جنبك تشحت معاك؟ تشحت معايا. اتفضل يا استاذ محمد. حتى ردك برضه في كده. انا شايفه كده ما فاضلش الا كيس واحد. يبقى اكيد فاضل حد واحد كده. والله الحد ده ربنا يوصلها ويجي عشان هي كل مره بنكلمها ما بترضاش تيجي. قوم يا بنت شوفي مين تلاقاها هي. هو الباب بيخبط؟ اه. يا رب قويني. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. والحاج هاني هنا؟ عايزه ايه؟ قولي له ايمان بره هو متصل بيا. انت كمان جاي تاخدي حاجه لله؟ ايوه الحاج عارف ظروفي وكده وهو اللي بيكلمني يقول لي تعالي. عارف ظروفك وانت لابسه جاكيت زي ده؟ على فكره انا شحتاه يعني مش بتاعي. شحتاه؟ ما ده الكلام اللي احنا بنسمعه على طول. ستي ربنا يسامحك. اقول له مين طيب؟ قولي له ايمان هو عرفني هو مكلمني. اكيد دي اللي انت مستنيها بره يا بابا. مين هي؟ ايمان. اه ام فارس ربنا يديها الصحه وجويها اللي هي فيه. جويها ايه يا بابا ده لابسه جاكيت. اسالني انا احنا بنات اليومين دول عارفين الاسعار دي عامله ازاي. ده لابسه جاكيت ولا مش عندي والله. يا بنت تلاقي اي حد عطولها كده من باب الله. يا بابا ما تحكميش على الناس كده. خلي جواكي ابيض. الناس جواها حاجات ما ربنا يعلم باللي جواها. خدي يا بنت ربنا يسترها معاها. خدي ادي لها دول. هات يا بابا. ودي لها كيلو اللحمه دي. ده عندها بنتها ملك وفارس ربنا يسترها عليهم وهي اللي بتجري عليهم. خدي ربنا يديك الصحه يا بابا. والله دول شويه عليه. كفايه بقى يا بابا. مش كفايه يا بنت الخير ياما. خدي خليها تجيب كيس ولا ايه؟ مش كتير ده؟ توكلي على الله يا رضا. انت عارفه هسميك ايه بعد كده؟ ايه؟ يا ام جاكيت ابيض حلو. على فكره انا في ناس عطشنهولي مش بتاعي والله. اه ماشي ما انا عارفه الكلام اللي هتقوليه ده. خدي كده. على فكره والله انا مش بكذب. يا ستي احنا قلت لك انت بتكذبي. انا هقول لك على حاجه صغيره بس اسمعيها مني يعني اعتبريني اختك. بصي هو لازم الواحد يلبس مقطع يعني ومعفن ومش عارف ايه عشان الناس تعرف ان ظروفه وحشه؟ لا مش لازم. ربنا عالم بالظروف. بس يعني مش تلبسي اعلى حاجه برضو. ولا اعلى حاجه ولا حاجه والله. دي ست لما لقيتني بردانه وما عنديش عطتهولي. طب ماشي. انا ما اقدرش اشتريه عشان تبقي عارفه. خدي بقى روحي اشتري جاكيت احسن منه. بقول لك بابا اعطيكي فلوس ده للكسوه. غير الفلوس اللي انت هتاخديها ودي اللحمه. وانت تتريقي عليا؟ انا مش بتريق. انا بقول لك روحي اشتري جاكيت احسن لك من ده عشان ما حدش يديهولك تاني. لما نقوم نشوف. انت برضه مش مصدقاني؟ مش مصدقاكي بايه يا بنتي؟ انا مش مصدقاني. على فكره اقول لك حاجه. انت تيجي على الباب وتستنى حاجه وانت لابسه جاكيت حلو قوي كده. ده مش عندي الجاكيت على فكره. السلام عليكم. ازيك يا بنتي بنت فهمك؟ مالك انت زعلانه في حاجه ولا ايه؟ لا يا بابا ده انا بقول لها بابا اعطيكي فلوس زياده عشان الكسوه وكده. طب والفلوس ده رزقنا. انا ما قلتش حاجه. انا بقول لها يعني بعرفها. ده رزقها. ازيك يا مان عامله ايه؟ الحمد لله. لا يا حاج. ايه يا بنت؟ لا يا حاج هي بتقول ان انت الجاكيت ده انت شاريه وكده وازاي تلبسي حاجات عليها كده وانت جايه تاخدي فلوس. ليه كده يا بنت؟ ما تصحش كده. انا على فكره واحد عطيهولي انا مش شاريه. ربنا يعلم بظروف الناس يا بنت. يعني انا بقول يا بابا ان هي ازاي لابسه جاكيت حلو زي ده وجايه تاخد حاجه كده. لا اللي انت بتعمليه ده غلط. اشبره بخاطرها.
حس بظروف الناس. انا قلت لك اديها لك كل سنه طيبه، مش تجرحها بكلمتين. انا اصلا ما اقدرش اشتري عشان تبقي عارفه. معلش يا ايمان يا بنتي. معلش يا ايمان، حقك عليا. انا اسف والله ليك يا بنتي، انا اسف ليك والله. انا نفسي كل شيء حياتي والله يا حاج. طيب فارس عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انا اسف، معلش ما تزعليش مني. لا لا صافي خلاص مش زعلانة. كل سنة وانتي طيبة. انتي طيبة مش زعلانة. بصي يا بنتي، انتي ما تبصيش لأي أي واحد، انتي طالما ظروفك كويسة ماشي، بصي للناس اللي أجل منك، دايما ما ترفعيش دماغك، بصي تحت رجليكي ما تبصيش فوق، في ناس أجل منك. ربنا يسترها علينا كلنا، وكل واحد عنده ظروفه. ليه اللي انت بتعمليه كده؟ خلاص بقى يا بابا، والله ما كنت أعرف إن هي ظروفها وحشة قوي كده. خلاص بقى يا مان أنا آسف. مش حصل خير، مش اي حاجه، عايز حاجه حضرتك. طيب شكرا يا حاج، كل سنه وانت طيب، ربنا يكرمك يا رب، كل سنه طيب بعد الايام. انا قلت يا بابا طالما لابسه جاكيت حلو كده يبقى هي اكيد مبسوطه ومعاها فلوس. يا بنتي نظفي قلبك، نظفي قلبك يا بنتي، حرام عليك، اتقي الله، احنا في يوم مفترجه. يا عالم يا عالم بالدنيا، ممكن تكون انت زيها، ممكن تكوني زيها يا شيخه. ربنا يسامحني بقى. ليه تعايد الناس كده؟ ربنا يسامحني. لا اله الا الله. معلش بقى يا بابا، حقك كده كده تزعل الست وتمشيها زعلانه. ما انا رضيتها برضو قدام. رضيتيها ايه؟ مش مرضيه دي، دي مش مرضيه دي. طب انت عرفني بيتها فين وانا هاخد لها شويه حاجات. انت لازم تروحي لها بحاجه كويسه ان شاء الله. معلش بقى يا بابا، انا هروح لها ان شاء الله. تروحي لها؟ ده انت زعلتيه، ده انت حركت دمها. ليه؟ انت مستكتر عليها اللبس، مستكتر عليها اللبس، ده غلبان يا بنت. بص لاخرتك، ما تبصيش لدنيتك، حرام عليك. انت ممكن تكوني زيها في وقت، ممكن انا نروح في وقت وتلاقي نفسك بتروحي تلمي من على الابواب، حرام عليك، اتقي الله. بعد الشهر عليك يا بابا. بعد الشهر مفيش حد كبير على الموت. انا عشان لقيتها لابسه جاكيت حلو فانا قلت ان هي مش غلبانه. يعني هي حرام عليها عشان لابسه جاكيت حلو؟ هو حرام؟ لا، دايما نبص الغلبان لابس ايه وعامل ايه. ما هو يا عالم لابس حاجه حلوه من بره بس هو تعبان من جوه. خلاص يا بابا، انا هاخد لها شويه حاجات وهروح لها. لا 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 يا رضا، انا زعلان منك والله. ربنا يسامحني بقى يا بابا، معلش. ربنا يسامحك يا بنتي.